عليكم أعزائي المشاهدين، يمجدكم بوصفة جديدة. وصفة اليوم هي وصفة اللوبيا البيضاء. اللوبيا البيضاء اللي خيرت نديرها معكم اليوم هي اللوبيا البيضاء بلا صوص بلانش. إذا أعزائي المشاهدين، باش نحضروا هذه اللوبيا على الطريقة العاصمية، نسحقوا المقادير اللي راكم تشوفوا فيهم الآن، يعني مقادير جد بسيطة. بطبيعة الحال أولا وقبل كل شيء نسحقوا اللوبيا. كما راكم تشوفوا اللوبيا هنا تاعي أنا بلعني هكا، تعمدت نوريها لكم هكا باش تشوفوا هاد الرغوة اللي خرجت، يعني هاد الرغوة اللي خرجت لهنايا. بون هاي ليك اللوبيا تاعي راهي من تحت، واللوبيا اللي خرجت هادي لي غاز اللي كانوا فيها، معناتها بهذه الطريقة نتخلصوا كامل من لي غاز اللي فيها. أنا واش درت لهنا باش تحصلت على هاد النتيجة؟ خديت اللوبيا تاعي رطل، اللوبيا البيضاء هاي ليك رطل، درتها في الماء، يعني حتى تغطات كاع بالماء، درتها فوق النار تغلي حتى غلات زوج دقائق، عاود نحيتها خليتها في هذاك الماء تاعها تبرد بوندون اون وي، ليله كامله وهي تبرد. غدوه من داك المصباح تلاحظوا خروج هاد الفقاعات ولا هاد الرغوه، هاد الرغوه دليل على خروج الغازات اللي فيها، معناتها بهذه الطريقه حنتحصلوا حنتخلصوا من الغازات الموجوده في اللوبيا. لان هذه الطريقه تاعي باش نتخلص من الغازات. انا اللوبيا تاع هنا حنعاود نبدلها، نحيل هذا الماء اللي تشمخت فيه. بيان سور شوفوا الماء داك اللي تشمخت فيه يجي شغل الماء الاصفر، هذا حنتخلص منه بيان سور. نديرها نعاود نصب فيها بيان بالماء جديد ونديرها تغلي. هذا من جهه. بالنسبه للمقادير الاخرين اللي نسحقهم كما راكم تشوفوا هنا، عندي 3 حبات صغار تاع البصل، اذا كانت حبه كبيره ديروا غير وحده برك. هنا ربطه معدنوس صغيره، هنايا زوج حبات بطاطا، وحده كبيره وحده صغيره، اذا كانت كانوا صغار ديروا ثلاثه. هنايا انا درت حبه كبيره وحبه صغيره، وبوتيت ما نديرش هذيك الصغيره، بوتيت نكتفي غير بالكبيره هذيك. هنا عندنا 3 حبات بيض كما راكم تشوفوا. ايضا نسحقوا الدجاج، لازم هاد لاغوسيت تطيب الدجاج باش تجي بنينه. عندي زوج قطع دجاج، يعني دو كويس كما راكم تشوفوا، انا خيرت دو كويس. بالنسبه للتوابل نسحقوا الزيت، الملح، وطبعا الملح انا مازال ما حطيتوش، دوك نجيبوه. اذا كما قلت هوليك الملح، ايضا قلت نعاود نسحق الزيت، الملح، القرفه، والفلفل الكحل. اذا هذو هما المقادير اعزائي المشاهدين باش نحضروا اللوبيا البيضاء تاعنا. ندوز مباشره لطريقه التحضير. اولا وقبل كل شيء انا قلت هنا ناخذ اللوبيا تاعي نصفيها، نشللها بيان، نحيل هذيك الرغوه هذه اللي من الفوق كامل كما راكم تشوفوا، نديرها تغلي في ما صافي بوندون واحد النص ساعه. انا حنديرها في طنجره الضغط، من جهه اخرى نبدا نحضر المقادير تاعي الاخرين. اذا ندوز مباشره اللوبيا تاعي هنا بعد ما غسلتها وصفيتها مليح، مباشره نديرها في طنجره الضغط تاعي، ندير عليها الماء ونخليها تطيب. الوغ كيما راكم تشوفوا هاي ليك اللوبيا تاعي، مباشرة نديرها ونضيف عليها مباشرة الماء حتى تغطى لي كامل كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. يعني ها لقا ندير الماء لي نسحقو، ها لقا بعد ما تعمرت لي الكمية راني مسحقتها. إذا كيما راكم تشوفوا هنا حتى نشوفها تغطات، هنايا نزيد شوية كيما راكم تشوفوا هكذا. اذا هكذا تكفي، هنا مباشره نحكم الغطاء تاعي ونغلق عليها. اذا كما قلت مباشره نديرها هكا، نديرها نغلق عليها، نشغل طنجره الضغط، نخليها واحد نص ساعه وراح نحضر لاصوص تاعي. نجي تاعي نبدا نقشر فيه، اذا نقطع قطع صغيره دوك نوري لكم كيفاش. كيما نقشر البصل تاعي الو كيما راكم تشوفوا هوليك البصل تاعي هنا بعد ما شللتو بيان سور، قشرتو وشللتو. كان فقط نوريكم كيفاش حنقطعو، انا ناخذ كميه معكم. اذا بهذا الشكل قطعو هكا مربعات صغار، فريمون صغار بهذا الشكل. اذا بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا هنايا، اذا هكذا نكمل العمليه، نقطع البصل تاعي كان بهذا الشكل نعاود نولي. الو كيما راكم تشوفوا انا بعد ما قطعت البصل تاعي مباشره ناخذ المعدنوس، ربطت المعدنوس تاعي هنا. فقط ملاحظه انا ما درتش 3 حبات كامل باسكو جاني هكا سوا سوا اونفيرون، قلت قيس حبه كبيره، هنا 3 حبات جاوني بزاف، اذا نسيت هذا النص. بلنا ناخذ الربطه تاع المعدنوس تاعي، ناخذ هذا الجزء اللي من تحت تاع الاغصان، هنا نقص شويه الاغصان. اذا هكا مباشره نقسم نحي هذا الجزء اللي من تحت طو هكذا رقيق، ونجي طالعه هكذا بهذا الشكل.
ندير ديك الاقسام هذا خلطو مع البصل كما راكم تشوفوا. ندير شويه من الاوراق بيان سور هكذا يمكن ما نقطعو ونحتفظ فيه نخليه للاخر باش نديرو كيطيب اللوبيا تاعي من الفوق. اذا قلت لوبيا بيضاء لا تحب المعدنوس نزيد نقص شويه معدنوس هكذايا. اذا هذا الجزء هنا كنخليه للتزيين في الاخير كما راكم تشوفوا هنا معايا من هذا الشكل. هذا حنبدا ندوزن به. اذا ندوز مباشره الوغ مباشره ناخذ طنجره تاع عيني حندوزن فيها وندير فيها البصل مع المعدنوس. اذا مباشره ندير هاد جوج مكونات هاد الزوج هكذا مباشره فوقهم. نجيب جوج قطع تاع الدجاج تاعي ونديرهم كما راكم تشوفوا هكذا. نزيد نضيف توابل. اذا هنا اولا ناخذ الزيت تاعي ندير حوالي 3 ملاعق كبار. اذا وحده ندوزنو بهم بيان سور زوج وثلاثه. الوغ هنا بعد ما ضفت الزيت مباشره ناخذ الملح ديالي هاكا ندير حوالي ملعقه تاع الزيت. اذا هنا مباشره نزيد ناخذ القرفه ديالي ندير حوالي ملعقه تاع الشاي تاع القرفه ما كثرش بزاف هكذا. نزيد ناخذ الفلفل الاسود كما راكم تشوفوا هنا ندير حوالي ملعقه تاع الشاي ايضا هكذا يعني ماشي ملعقه تاع القهوه تاع الشاي شويه صغيره على تاع القهوه. اذا هادو هما المكونات هنايا اللي حنطيب فيهم لاصوص تاعي هكا مباشره نخلطهم مليح ونديرهم يتقلاو لي فوق النار. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا راني درت المكونات تاعي يطيبوا على النار. اذا نغطيها ونخلي هاد البصل مع الدجاج يتقلاو مليح. فقط هنا عندي لمسه اختياريه اللي حبيت نضيفها انا حنزيد نضيف ملعقه صغيره تاع السمن ما تطرش بزاف يعني حتى من ذي ذوق خاص واللي ما يحبش هذا يعني ماشي لازم. اذا انا حنضيف هنا ملعقه صغيره واللي ما يحبش يزيد ما يزيدش. الوغ كيما راكم تشوفوا هكذا فقط ملعقه تاع الاكل. هنا السمن تاعي راهو جامد شويه هكذا ملعقه تاع الاكل نضيفها. اذا كيما راكم تشوفوا هنايا المكونات تاعي نخليهم يتقلاو لي هكذايا بهالطريقه كيما راكم تشوفوا هكذا نغطي عليهم بيان سور. الوغ كيما قلت نغطي عليهم. انا هنايا راني استعملت ايضا طنجره الضغط باش طيب لي تمتم الدجاج هذاك. اذا هنا خليت المكونات تاعي هنايا يتقلاو مليح طيبوا مليح الدجاج مع البصل تاعي من جهه اخرى اللوبيا تاعي هنايا راهي طيب. اذا نكمل نطيب هاد الزوج مكونات ونعاود نولي. ناخذ البطاطا تاعي نقشرها. انا قلت هنايا هنا كاينه حبه كبيره وكاينه هاد الصغيره. انا ولا كفاتني هادية ماشي حنزيد. هنا البلوز امبورطون حنعمر اونفيون واحد امتي بول صغير تاع البطاطا مقطعه قطع صغيره دوك نوريكم كيفاش حنقطعها. هنا فقط ملاحظه اللي حاب يعوض البطاطا باي خضر واحد اخرى مثلا الجزر يقدر يدير. يعني هنا دي بريفيرونس تعملوا الجزر ولا البطاطا هي اللي تمشي مليح مع اللوبيا البيضاء هذه. اذا نكمل هنا نقشر البطاطا تاعي ونوريكم كيفاش حنقطعها ونعاود نولي. اذا كما راكم تشوفون بعد ما كنت قشرت البطاطا تاعي درت مباشره نوريكم كيفاش حنقطعها. انا قلت نبدا بهاد الحبه الكبيره واذا كفاتني ماشي حنضطر نزيد الحبه الصغيره. هنا فقط يعني ماشي حنديرو بزاف البطاطا يعني ماشي شطيحه بطاطا فقط نديروها فين نقوم من الفوق هكا. اذا بهذا الشكل هنا ناخذ ناكل هذه القطعه كيما راكم تشوفوا هكذا نقطعها مربعات متوسطين. الوغ كيما راكم تشوفوا هكذا بهذا الشكل يعني مربعات هكذا ماشي صغار ماشي كبار هكذا. فقط نوريكم الملعقه باش تشوفوا الحجم تاعهم كيفاش. اذا هاي اللي هي الملعقه تاع الاكل شوفوا كيفاش تتقطع. نكمل نقطع الحبه هذه كامل معايا ونعاود نولي. اذا كيما راكم تشوفوا هذيك البطاطا تاعي هنا بعد ما قطعتها. اذا هذه الحبه الكبيره كفاتني هنا مانيش حنضطر نزيد هذه الحبه. اذا هنا نخلي انا حتى تبدا طيب الدجاج مع البصل تاعي نضيف فوقها البطاطا باش طيب معاهم ثاني. الوغ كيما راكم تشوفوا من جهه اخرى هنايا الدجاج تاعي مع البصل راهم تقلاو كيما راكم تشوفوا هاي ليك هاي ليك هنايا بعد هاي النتيجه اللي تحصلت عليها. يعني كيما راكم تشوفوا يعني بهاد الحركه فقط نخلط مباشره. انا هنايا واش حندير ناخذ البطاطا تاعي ونضيفها بهذا الشكل فوقها مباشره نمرق هكذا نمرق حتى تغطى لي البطاطا تاعي يعني باش طيب بيان سور يعني حبه طاحت. يعني كيما راكم تشوفوا مباشره نمرق بالماء. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا ناخذ شويه ما دافي هكذا نمرق حتى تغطى لي البطاطا هذه كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل هنايا هاي ليك البطاطا تاعي هنا تغطات. اذا نكتفي بهذا المقدار هكا نخلط فقط بهذه الحركه
نعاود نغلق على الطنجره تاعي، نطيب واحد ديمي اللي انا نستعمل تقريبا الطنجره كلها. اذا نقول لكم نغلق واحد تقريبا ديمي نيت حتى طيب البطاطا تاعي ونعاود نولي. اذا من جهه واحده اخرى هنايا ناخذ البيض تاعي هنايا بيان سور، نبدا نوجد فيه، اذا نوجدو باش من بعد كي طيب لي لاصوص تاعي لاصوص بلونش تاعي وطيب اللوبيا ايضا نخلط كلش مع بعض. اذا نكمل نوجد البيض تاعي. هلا كما راكم تشوفوا هنا بعد ما غسلت البيض اذا مباشره نخلطوا هكذا. انا فقط هنا ملاحظه اني زدت حبه باسكو الحبيبه تاع البيض تاعي صغار. اذا كانوا كبار ديروا 4، اذا كانوا صغار ديروا غير 3. هكا انا خلطته هكذا نوجدو نخليه افار والله كنشوف اللوبيا تاعي ولا طابت. كيما راكم تشوفوا هذيك اللوبيا تاعي هنا بعد مرور نصف ساعة، إذا هنايا راهي طابت كيما راكم تشوفوا هذيك النتيجة اللي تحصلت عليها. إذا هنا نديري في وحدة معاكم هايليك هايليك هنا كي نشوف هكا بلي راهي هكا طابت معنتها راهي طابت. هنا راح نكمل بيان سور طياب نزيد لها شوية كي ندير لاصوص نخليها تغلي شوية. إذا نخلي أنا هنايا الطنجرة تاعي هذي تاع اللوبيا على جنب ونستنى هنا البطاطا تاعي حتى طيب لي. بعد ما ضفت بيان سور قلت بعد ما ضفت البطاطا في لاصوص نخليها حتى طيب لي ونعاود نولو نشوفو كيفاش نخلطوهم فيما هكا. ألو كيما راكم تشوفو هنايا البطاطا تاعي راهي طابت. هنا راني نحيد لها النفس هذيك، هاي ديك النتيجة اللي تحصلت عليها. إذا هنا الدجاج والبطاطا راهم طايبين. مباشرة ناخذ اللوبيا تاعي اللي كنت طيبتها من قبل كيما راكم تشوفوا، هاي ديك اللوبيا تاعي اللي طيبتها من قبل. ألوغ كيما قلت هاي ديك اللوبيا تاعي اللي طابت من قبل، البطاطا تاعي هاي اللي هنايا بالدجاج طايبين. إذا مباشرة نخلطهم، نمزج هاد الزوج كيف كيف هكذايا كيما راكم تشوفوا. إذا هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها. نحاول نخلط ديليكاتمون هكذايا بهذا الشكل هكذا. الوغ كيما راكم تشوفوا انا نخلط ليجيرمون، نعاود نرجعها فوق النار تعاود تغلي شويه يعني باش برك يتمزجوا المكونات تاع البطاطا والدجاج ونعاود نشوفوا النتيجه فيما بعد. اذا نجد مباشره نرجعهم يطيبوا فوق النار كيما راكم تشوفوا هكا جوست يغليو شويه واحد الغليه ولا زوج ونعاود نولي. كيما راكم تشوفوا هذيك اللوبيا تاعي هنا بعد ما تمزجت لي مليح غير اللون تاعها تاع لاصوص ولا شغل ابيض كيما راكم تشوفوا هاوليك. يعني كيما راكم تشوفوا هايلي هنا مباشره واش ندير، ناخذ البيض تاعي هذا اللي كنت ديجا خلطته هاوليك ونديرو من الفوق هكذا، نحاول نوزعه كامل على المحتوى ديالي هذا هكذا بهذا الشكل. نخلي البيض تاعي يطيب مليح شويه بال حتى 3 مينوت ومن بعد نزيد نضيف المعدنوس تاعي. اذا نخليه يطيب ونولي. الوغ كيما راكم تشوفوا انا بعد مرور واحد 3 دقائق هنايا خلاص هنا اللوبيا تاعي راهي طابت بمام البيض خلاص. هنا مباشره قلت ناخذ المعدنوس تاعي ندير هكذا من الفوق. هنا ضروري جدا نديرو كميه مليحه يعني بون بون كونتيتي تاع المعدنوس هكذا. نطفي على الطنجره تاعي نخلي هذاك المعدنوس يطلق كامل لي سافور تاعو الريحه ديالو ونشوفوا الطبق تاعنا جاهز فيما بعد في صحن التقديم. هوليك الطبق لهنا تاعي جاهز صحن التقديم، هذا هو الشكل تاعو النهائي. اذا هذه هي اللوبيا البيضاء بلاصوص بلونش على الطريقه العاصميه. اذا هذا هو الصحن الاول. الصحن الثاني معايا هوليك، هذا هو الصحن الثاني كما جرت العاده نهديه للمشاهدين. اذا اعزائي المشاهدين هذه الطريقه تاعي في تحضير هذا الطبق العاصمي لذيذ جدا. اذا عجبتكم الطريقه ما عليكم غير ديروا جيم ولا كومونتير، واذا كنتم اول مره تدخلوا للقناه ما عليكم غير ديروا ابوني باش يلحقكم معايا جديد في الاعداد المقبله ان شاء الله بهذه الصور الجميله. نخليكم ونقول لكم الى اللقاء.